إلى ذلك ناشدت العوائل النازحة من المدن الساخنة إلى محافظة كركوك الحكومة المركزية بتوفير المساكن المؤقتة لهم لحمايتهم من الأمطار والبرد. وأكد نازحون من قضاء تل عفر في نينوى إلى ناحية ألتون كوبر بمحافظة كركوك أكدوا عدم تلقيهم أي مساعدات من الجهات الحكومية. نازحين من العياضية جينا على ناحية ألتون كوبري، والأوضاع يعني المعيشة هنا صعبة حيل، واللي يعني البيوت دا يصب منها ماي يعني، والحكومة ما عدا أي يعني مساعدات على النازحين أبدا. ونشكر أهالي ألتون كوبري على المساعدة علينا وبكل شيء نشكرهم. احنا نازحين من اهل عياضية. صراحة قبل فترة انفجرت علي عبوة وادت الى بتر ساخي هاي اليمنى، والعلاج حسعت ما متوفرة بالمستشفيات، وعناية ماكو بالمستشفيات نهائيا، يعني تعالج نفسك بنفسك. البارحة ابسط شيء رحت المستشفى كركوك صرفت 65,000 اريد لي مرهم، ما انطولي هالمرهم هذا الا تحويل اوليات، وعندي تقرير موجود من مستشفى من الشهر الثالث باني مصابة بانفجار عبوة مستشفى الموصل. هسه ماكو حياة، ما ظلت الحياة بالارض، بالارض عبوات، ومن الجو تمطر علينا الطائرات بصورة عشوائية، اضطرينا الى ترك بيوتنا وجينا هسه ساكنين بهالبيت هذا. البارحة مطرت